الأهلي والإسماعيلي والفوز العريض بأربعة أهداف. كابتن طارق، بداية رأيك في أداء الأهلي وفي مغامرة موسيماني، إذا اعتبرتها مغامرة أنه هو يبدأ بالخمس أجانب ويغير إلى حد ما في شكل التيم؟ ما اعتبرتهاش مغامرة، لأن موسيماني لجأ للأسلوب ده. هو لعب طبعا 3-4-3، نعم، لجأ للأسلوب ده في ماتش الترجي لو تفتكر في بطولة إفريقيا، وعمل صراحة مباراة أداء ونتيجة جيدة جدا جدا. 6-1. لا، أنا بتكلم على الترجي السنة اللي فاتت. الترجي بتاع 3 بالظبط كده، لأن هو لجأ للأسلوب 4-3-3-4-3، نعم، خاصة هناك. واللي نجح له الطريقة دي طبعا في الشك حمدي فتحي. حمدي عنده مرونة تكتيكية، نعم، تقدر تحركه في الديفندر، تقدر تحركه تستفيد منه في خط الدفاع. فالمباراة طبعا أنا أعتقد أن تشكيل النادي الأهلي وأسلوب النادي الأهلي كان مفاجأة لفريق نادي الإسماعيلي، نعم، أنه يلعب بثلاثة في خط الدفاع ثم ثلاثة في خط الهجوم. بوجود بيرسيتاو، وده يمكن الوافد الجديد، ومكسماني، الاثنين أعتقد يعني من اللعيبة اللي قدموا أوراق اعتمادهم. على الرغم أن مكسماني يعني كان نزوره في مع نهايات في البطولة الإفريقية ما كانش ليه مردود جيد، لكن في المباراة دي بالذات الاثنين دول مع أفشة قدموا مردود جيد جدا جدا على الصعيد التكتيكي، لأن بيعتمد عليهم في خط الهجوم، خاصة التكتيك اللي اتبعه موسيماني تكتيك جيد جدا جدا جدا، ان هو استطاع انه يلعب ورا خطوط الدفاع نص الملعب ودفاع النادي الاسماعيلي، نعم، واستطاع منهم ان هم يعمل طفره كبيره جدا جدا باحراز. يمكن المباراه ما استنتش كابتن مدحت 35 دقيقه وكان يمكن النادي الاهلي قتل المباراه 3-0، وده يمكن طبعا من المباريات القليله جدا جدا اللي بين الاهلي والاسماعيلي وتلاقي فيها الكم الكبير جدا جدا من الاهداف في توقيت ضيق او توقيت قصير. كان من المتوقع من المباراه، وده يمكن انا في اعتقادي الشخصي برضو لغياب الكابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف طبعا في حاله مرضيه باصابته طبعا بكورونا، لان من اسلوب الكابتن طلعت انا يمكن عارفه او كلنا عارفينه ان هو بيستطيع يتعامل في المباريات الكبيره دي بالذات باغلاق تام للمباراه. استراتيجيه وفلسفه موسيماني عملت مفاجاه عبال ما ابتدى الاسماعيلي يستوعب الطريقه ديت، وكان مرمى مونيا بثلاث اهداف، نعم، في وقت قصير جدا جدا. وده يمكن اللي عطاله شويه دخل في مباراه خلال الشوط. احنا ما شفناش الاسماعيلي بيهدد مرمى علي لطفي في خلال الشوط الاولاني كتير بالظبط. استغلال النادي الاهلي الاطراف استغلها بشكل كويس جدا عن طريق معلول، اكتر يمكن في الامداد الطبيعي لمعلول، لان معلول احد اللاعبين اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي في التواجد في التلت الدفاعي للفريق المنافس، وامداد اللاعبين الكروسات او الكرات العرضيه او الكرات اللي هي البينيه او الباك باس اللي جاي من الخلف. شغل أفشة بالذات ومكسماني ورا بيرسيتاو عملوا الثلاثه حاله ايجابيه جدا لارهاق دفاعات واستنزاف دفاعات فريق الاسماعيلي. النهارده بقى مش عارفين يراقبوهم في مساحات كبيره جدا جدا، التحرك الخططي بينهم بشكل كبير جدا. يمكن الاهداف تترجم الكلام ده، استغلال اكرم في الخروج. يمكن اكرم، انا كمان عاوز اكرم كمان خلاص لو اتحط في الحته ديت، رغم ان انا صراحه يعني اكرم بيأدي فيها بشكل كويس لكن على الصعيد الدفاعي، لكن الصعيد الهجومي انت محتاج طالما هتلعب بالطريقه ديت لاعب اكتف اكتر في النواحي الهجوميه، زي مثلا علي معلول. انت لو تفتكر زمان كان ايام جوزيه بيستغل بركات في الحته دي بشكل كبير جدا، نعم. واحد زي حسين الشحات انا اشوفه يمكن يشتغل في الحته دي بشكل كويس جدا لو انت هتعتمد على الطريقه دي، لان الطريقه دي بتعتمد قوتها على الاطراف بالظبط. فالاطراف لازم يكونوا قويين جدا وعندهم حلول كبيره جدا جدا. وشوف انت حتى امداد اللاعبين عند مجدي في الاهداف اللي جت كلها، عمار. ها؟ او عمار في الجنب اليمين، عمار اشتغل في الاتحاد في الجنب اليمين طبعا. يعني يمكن الكابتن حسام وظفه في الحته ديت ونجح الى حد كبير. انا قصدي ان قوه الطريقه ديت هي استخدام الاطراف بشكل كويس جدا. مجدي ربط حلو قوي قوي مع بيرستاو بشكل كويس جدا جدا في التحركات. يمكن الاهداف الهدف ده بالذات من الاهداف الجميله لو انت بتجيبها. الاهلي مارس في خلال 35 دقيقه ضغط على دفاعات نادي الاسماعيلي
كل يعني مواطن الضغط نجح فيها النادي الاهلي لصالحه، واستطاع ان هو يستثمرها بثلاث اهداف واستغلال المساحات بشكل كبير جدا جدا في دفاعات نادي الاسماعيلي. طبعا رقصته دي بالمناسبه يعني هو غاوي مسلسل كرتوني في الحركه دي، فهو هو كمان شكله طفولي جدا بس لعيب عظيم يعني. وهي لا دي رقصه كمان جنوب افريقيا، هو فيها رقصات كل لعيبه جنوب افريقيا لما بيحرزوا الهدف كلهم بيرقصوا الرقصه دي. كابتن مجدي النهارده موسيماني لعب بما يسمى شادو سترايكر، ما فيش راس حربة حقيقي لانه بيرستاو ما هوش راس حربة. هل تفتكر الطريقه دي يعني مناسبه لكل المباريات؟ وبالتالي اين سيكون دور بقى واحد زي محمد شريف او يعني الحسام حسن السترايكرز دول يعني وجهه نظرك؟ هيكون حسب احتياجاته للمباريات اللي هيشتغل فيها. وارد جدا انه مره يكون عايز راس حربه صريح ويبدا يشتغل عليه ويعمل عليه اي نوع من الماتشات يحتاج فيها راس حربه صريح. كان هو بيلعب فريق الاسماعيلي وهو فريق قوي ولعب من غير راس حربه. كان قوي. احنا هنا التقييم والسيناريو لما بيتحط بناء على الحاله الانيه للتيم اللي انا بلعبه. فالتيم الاسماعيلي دلوقتي مش هو الاسماعيلي اللي احنا بتاع 4-4، مش هو الاسماعيلي بتاع 4-3، مش هو الاسماعيلي الند للنادي الاهلي النهارده. ده بان في ايه؟ يعني تجلى كله في ايه؟ الشك اللي عمله موسيماني عن طريق تغيير الطريقه وتغيير الاستراتيجيه، لانه غير الطريقه وغير الاستراتيجيه. غير الطريقه في انه لعب 3-4-3، ما بقاش بيلعب بباكين قدامهم جناحين او هافات على قدام يمين وشمال، لا بقى بيلعب بباكين وراس حربه مقلوب وينج باك على اثنين، والاثنين اللي هو مجدي اللي هو قفشه و ماكسيموني اسمه صعب قوي ماكسيماني والميكي وميكي ما بيلعبوش على الاطراف. لو احنا شفنا هما بيدخلوا جوه تحت بيرستاو وبيبداوا يعملوا التبادل بتاع المراكز وبيسيبوا الاطراف لعلي معلول و اكرم توفيق. انا بتفق مع طارق في ان اكرم توفيق لو كان انتاجه الهجومي اكتر كان ممكن تبقى تحصل مشاكل اكتر. هنا مشاكل اكتر للاسماعيلي. لا ده لو انا بقول عاوز انتهج الاسلوب ده، انا بتكلم على الماتش ده، لازم يكون عندي طرفين. بتكلم على الماتش ده. لا انا لازم يكون عندي طرفين بيتمتعوا بالجوانب الهجوميه لانه بيعتمد عليه بشكل كبير. وهل اكرم توفيق ما عندوش الجزء اللي هو عنده بس مش بالنسبه عليه. بنتكلم على ايه؟ ان ايه مين افضل؟ هيبقى بالظبط كده، واحد على واحد مفتاح لعب اصلي في الطريقه دي. الوينج باك ده مفتاح لعب رئيسي في الطريقه. الشوك اللي احنا قلنا عليه دوت كان سببه او نتيجته ان قله الخبرات اللي موجوده جوه التيم لازم يتقري يا من اللعيبه جوه التيم يا من الكوتشنج اللي قاعد بره. فهنا حصل مشكلة. الكوتشنج ممكن يكون حصل له شوك هو كمان او حصل له اكيد. انما هو محمد ابراهيم سرعة رد الفعل ما كانتش مواكبة ليه الاداء للفعل اللي كان موجود. الحاجة التانية ما فيش لعيبة كافية داخل الماتش في نادي الاسماعيلي تقرا الكلام ده. تقراه من بدري عشان تعمل ردود افعال بينها وبين بعضيها، وده دي مهمة اللعيبة الكبيرة. دي مهمة اللعيبة اللي عندها خبرات. العنصر اللي هو ناقص بشدة جدا في تيم نادي الإسماعيلي.